الأم سند وما تتعوضش. وبجد يعني اللي يا ربي يبارك لكل واحد والدته عايشة، يحافظ عليها بجد، وكل وقت هو قاعد معاها أرجوك ما تركزش في التليفون، ركز معاها هي، املى عينك منها، املى عينك منها أوي، حوش جواك هي فين، حوشها كتير، لأن هيجيلك لحظة بعد الشر يا رب هتتمنى الوقت ده.